الوحدة الرابعة: قناص يخطف بصره. بين يدي النص: زكي العيلة أحد كتاب القصة القصيرة في فلسطين، ولد في مخيم جباليا بقطاع غزة عام 1950 ميلادي لأسرة هجرت من يبنى عام 1948 ميلادي من مجموعاته القصصية العطش والجبل لا يأتي وغيرها، وقد وافته المنية إثر مرض عضال عام 2008 ميلادي. يحاول الكاتب في هذه القصة أن يبرز ما تعرض له أطفال فلسطين من جرائم وحشية على أيدي جنود الاحتلال في الانتفاضة الأولى، إذ واجه الأطفال بأحلامهم الصغيرة الجنود المدججين بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى استشهاد بعضهم وإصابة بعضهم الآخر بإعاقات، كما حدث مع يوسف الذي فقد عينه اليسرى جراء شظية خطفت نورها وأضعفت نور العين الأخرى، فتحولت أحلامه إلى كوابيس تجسدها العين الزجاجية المزروعة مكان العين المفقود. قناص يخطف بصره. كان يوسف في طريقه إلى بيته الكائن في طرف مخيم جباليا. حديثه مع رفيقه محمد في الصف التاسع مختلف هذه المرة، كلماته تخطت المقالب التي كان يتفنن في سبكها، وكرة القدم التي تمكن أخيرا من شرائها من أحد باعة البضاعة القديمة في المخيم، ومحل الألعاب الذي يلوذ به متتبعا نزال اللاعبين الصاخبة حالما يغادر المدرسة، لينصب حول موضوعات جديدة احتلت الوجدان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة: طائرة الأباتشي، M16، القناص، رصاص ثقيل، المقلاع، الحجر، الشهداء، الجرحى، سيارة الإسعاف. هل كان يدور بخلدهما أن أمرا صاعقا سيبدل حياتهما بعد دقائق؟ هل كان يظنان في لحظة أن شيئا ما سيدهمهما ويدمر إلى الأبد أحلامهما الصغيرة؟ طرف المخيم من الناحية الشمالية: إطارات مشتعلة، هتافات، عربة مقلوبة، براميل فارغة، ثمة مجموعة من الصبية محملون حجارة وحصى في أكفهم الطرية، نداءات، أبواق سيارات إسعاف، رصاص يتناثر حول الفتية، الجنود يتمترسون خلف حواجز إسمنتية بعيد، مسافة لا تصلها حجارة الصبية، هدير طائرة، رشقات رشاش، قناص يحتمي بساتر باطون يوزع رصاصاته وينثرها ناحية الفتية. المكان مكشوف، ينبطح الفتية على الإسفلت، يحتمون بحجارة الرصيف، يفتشون عن ظل وغطاء، رصاص القنص يمرق من فوق رؤوسهم، يحاولون الاحتماء بأي شيء، يتشبثون بصفحة الشارع، يتوقف الرصاص ثواني، يرفع يوسف رأسه، يتشمم خبرا، رصاصة تستقر في رقبته، شظية تقتلع عينه، صراخ، أصابعه تتشبث بالهواء، حشرجة ينقلب على جنبه، يتراخى، تغادره المرئيات. مستشفى الشفاء بغزة يعج بالناس، أبواق سيارات الإسعاف لا تتوقف معلنة في كل لحظة عن شهيد أو جريح، ضمادات، أنابيب رفيعة تنتشر عبر الجسد الصغير، تمتد صوب أجهزة متعددة الأشكال. غرفة العناية المكثفة. لم يعد لأسرة يوسف مكان غير ممرات المستشفى، أضحت الهموم جزءا من حياة أفراد الأسرة، وكيف تأتي راحة البال وهم يرون يوسف وهو يتحول إلى جثة أمامهم. أغلق الأب دكانه الصغير الكائن في سوق المخيم، يتنقل من طبيب إلى آخر، عيناه غابة من التوسل والرجاء، يبحث عن إجابة تعيد للنفس بعض هدوئها. إمكانياتنا محدودة في مستشفى الشفاء، حالة يوسف حرجة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة، سنعمل على تسفيره ضمن قافلة الجرحى التي ستتوجه للعلاج بعد أيام خارج الوطن، أوراق، أختام، قلق لا ينتهي في انتظار التحويلة. 4 أشهر كاملة أمضاها يوسف في مستشفى الرياض،
12 عملية جراحية أجريت في رقبته وعينه. عندما بدأ يستعيد وعيه سمع الطبيب وهو يبلغ والده بأنهم سيقومون أخيرا بتركيب عين زجاجية عوضا عن العين المفقودة. اعتقد يوسف لفترة أن العين الموعودة لن تختلف عن تلك التي مزقها رصاص القناص الإسرائيلي، وأن النور عائد ثانية إلى عينه، وسيرى الناس مرة أخرى، وسيرجع لهتافاته وهو يتتبع نزال اللاعبين في محل الألعاب. سيقفز ثانية فوق شوارع المخيم وهو يطارد كرته العتيقة المحبوبة، ولن يعيقه شيء بعد اليوم. عندما أزالوا الأربطة عن عينه فوجئ بأنه لم يعد يبصر الأشياء إلا ببقية نور في عينه اليمنى. أصبح حبيس أكوام من العتمة. كم كره تلك العين الزجاجية التي احتلت جفنيه. يحس بعذاب لم يعرفه من قبل حينما يقوم بلبسها أو خلعها. أكد الطبيب لأبيه أن تلك العين بحاجة إلى تغيير بعد 6 أشهر حتى تتناسب مع وجهه. عندما عاد إلى المدرسة بعد 6 أشهر علم أن صديقه محمدا لن يعود للمدرسة، فرصاص القناص التي استقرت في رأسه أفقدته جزءا كبيرا من تركيزه وذاكرته وأبقته أسير شلل شبه كامل. لم يعد يوسف ذلك الطفل الذي كان يكفيه الانتباه إلى شرح المعلم كي يحجز مرتبة متقدمة بين أوائل الصف. تراجع ترتيبه. لم تعد كرة القدم التي كانت تركض إلى جانب سادته تراود خياله. ابتعدت عن عينه ألعاب الأتاري. أصبح كل همه الآن الابتعاد عن باقي أقرانه. تحولت الصورة أمامه إلى خيالات. كل أحلامه الآن محصورة في تغيير تلك العين الزجاجية التي زاد عمرها على العامين. حتى الدواء الذي حمله أبوه من المستشفى الرياضي الخاص بتنظيف باطن العين نفذ، ولم تجد محاولات الأب نفعا في سبيل إيجاده أو توفيره. فهل يمكن أن يحوز على عين زجاجية أخرى تتناسق مع هيئة عينه الباقية التي بدأ الضوء ينحسر عنها شيئا فشيئا؟ من يعيد إليه الأجنحة التي فارقته والشوارع التي غادرته؟ من يعيد النور إلى عينين اختالهما قناص يحتمي بالطائرة والرشاشات وسواتر الباطون؟ الفهم والاستيعاب. 1. نجيب بنعم أمام العبارة الصحيحة وبلا أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. ألف أصيب يوسف برصاص الاحتلال عندما كان في الصف 9 الأساسي. نعم. ب. استكمل يوسف كامل علاجه في مستشفى الشفاء في غزة. لا. جيم. أعادت العين الزجاجية ليوسف بصره ومكنته من مشاهدة الأشياء من حوله. لا. دال. عاد الصديق محمد من الرياض وقد عوفي معافاة تامة من الإصابة. لا. ها. كل أحلام يوسف اليوم محصورة في تغيير العين الزجاجية القديمة وتوفير الدواء اللازم لتنظيف باطن العين. نعم. 2. لماذا أغلق الأب دكانه الصغيرة الكائنة في سوق المخيم؟ بسبب إصابة ابنه يوسف وتنقله من طبيب إلى آخر. 3. سافر يوسف للعلاج في الخارج. نوضح سبب ذلك، لأن إصابته كانت خطرة وحالته حرجة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة لا تستطيع مستشفيات غزة علاجها. 4. علامة تدل كثرة العمليات التي أجريت ليوسف في المستشفى تدل على خطورة إصابته ودقة العمليات الجراحية. 5. لماذا تراجع ترتيب يوسف في المدرسة؟ بسبب إصابته في عينه اليسرى التي أفقدته جزء كبير من بصره وتأثره بإصابة صديقه محمد الذي ما زال أسير شلل شبه كامل. 6.
لما يحب يوسف العين الزجاجية التي ركبت له؟ نبين سبب ذلك، لأنه توقع أنه من خلالها سيعود النظر إلى عينه، وكان يشعر بعذاب حين يقوم بلبسها أو خلعها. 7. ما الاهتمامات الطفولية التي شغلت بال يوسف بعد فقدانه عينه؟ أنه سيرى الناس مرة أخرى، هتافاته وهو يتتبع نزال اللاعبين في محل الألعاب، قفزاته في شوارع المخيم وهو يطارد كرته. 8. لم يكن هناك توازن بين أسلحة الأطفال وأسلحة الجنود، نوضح ذلك. نعم، فالأطفال كانوا يحملون حجارة وحصى في أكفهم الطرية، بينما كانت تطاردهم جنود الاحتلال بالقناص والرشاش والطائرات الحربية. المناقشة والتحليل. 1. احتمى الجنود من الحجارة بالمتاريس الإسمنتية، واحتمى الشبان من الرصاص برصيف الشارع، نصف مشاعر كل منهما لحظة مواجهة. ما زال جنود الاحتلال يحتمون بالمتاريس الإسمنتية، وهذا يدل على خوفهم وهلعهم من الشبان الذين لا يملكون سوى الحجارة، ومع ذلك يتمتعون بالشجاعة والأقدام في مواجهة عدوهم. 2. أثرت الإصابة على حياة يوسف النفسية والأسرية، نوضح ذلك. لقد كان للإصابة أثر كبير في حياة يوسف النفسية والأسرية، أقرانه فأصبح يشعر بالوحدة والبعد عن أقرانه وتراجع مستواه التعليمي، وتأثر والده كذلك، فقد أصبح همه كيفية حصول يوسف على العلاج المناسب. 3. كان ليوسف أحلامه الطفولية قبل الإصابة كبقية أطفال العالم، لكن فقد عينه جعله يحلم بأشياء أخرى، نوضح تلك الأحلام. أصبح يوسف بعد إصابته يحلم بتغيير عينه الزجاجية لكي يبصر النور ويعود للرؤية مرة أخرى. 4. تعرض كثير من أطفال فلسطين للإعاقة نتيجة إصابتهم برصاص الجنود الاحتلال، ما واجبنا نحوهم؟ الوقوف بجانبهم وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي من علاج وتعليم وسبل معيشة. 5. انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى في مخيم جباليا في قطاع غزة، نبحث في أسباب ذلك. انطلقت الانتفاضة الأولى حينما قام سائق الشاحنة الصهيونية بصدم سيارتين صغيرتين تنقلان عمالا أراضي عام 1984 ميلادي، وذلك بالقرب من فلسطينيين من قطاع غزة خلال توجههم إلى أماكن عملهم في الحاجز العسكري الصهيوني، فاستشهد 4 منهم وجرح 9 آخرون. 6. نوضح الصورة الفنية في كل من العبارات الآتية: عيناه غابة من التوسل والرجاء، شبه عيني الأب بالغابة، وشبه التوسل والرجاء بالأشجار. أصبح حبيس أكوام من العتمة، شبه العتمة بأشياء مادية تتجمع على شكل أكوام. يرفع يوسف رأسه يتشمم خبرا، شبه الخبر برائحة تشم. اللغة والأسلوب. 1. نحاكي العبارة الآتية: لم يعد يوسف يبصر الأشياء إلا ببقية نور في عينه اليمنى. 2. نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. ألف: ما الأسلوب الوارد في عبارة من يعيد النور إلى عينين اختالهما قناص؟ أسلوب استفهام. ب: ما المحسن البديعي بين الكلمتين لبسها وخلعها؟ 3. كثرت في القصة الألفاظ الدالة على المعاناة، نستخرج 10 من تلك الألفاظ. 4. رسالة من الزنزانة إلى أمي. بين يدي النص: عبد الناصر صالح شاعر فلسطيني،
من مواليد تولكرم عام 1957 ميلادي. قضى جزءا من حياته في سجون الاحتلال، فانعكس ذلك على شعره حبا للوطن وصمودا في وجه المحتل. من دواوينه خارطة الفرح والمجد ينحني أمامكم. في هذه القصيدة يعرض الشاعر تجربته في سجون الاحتلال وما تخللها من عذابات وآلام وأحلام فجرت لديه الحنين إلى أمه التي يرمز بها للأرض والأمة، وينعش من خلال استحضاره طيفها نزعة الصمود والتحدي التي ستقود إلى التحرر من الاحتلال. رسالة من الزنزانة إلى أمي. الموكب الموعود شق طريقه عبر البحار، وسرى تعانقه النسائم والمحار، ورأيت طلعتك الندية من بعيد، مثلت أمامي مثل طيف لا يحيد. أماه يا لحن النهار هل تسمعين؟ القلب يخفق والتشوق والحنين. أماه ليتك تسمعين ندائي الملهوف يخترق الجدار، يأتي إليك مع الطيور الباكيات على الديار، يأتي مع المطر المحلق فوق أطلال المآسي والألم. أماه يا أحلى نغم، يا من خلقت وجودي المشهود من جوف العدم. كبر الأسير وأبرقت عيناه وهفى الفؤاد إلى الحياة. أماه هللت النجوم على القمم، عام مضى هل تعرفين؟ جحدت به الأيام وجهي لم تقل كيف السجين؟ عام مضى أماه ليتك تعرفين. الدمع يلهث في العيون والقيد أدماني وفاضت به الشجون. أماه هل تأتي النجاة؟ أماه هل تأتي النجاة؟ أماه وجهك لا أراه، عام مضى وصفاء قلبك لا أراه. أماه هل تأتي النجاة؟ دجت الحياة، دجت الحياة وجف دمعي في الحياة. الموكب الموعود شق طريقه عبر البحار، وسرى تعانقه النسائم والمحار، ظلا يفوح بالانتصار، ورسائلي ركب سيخترق الحصار. أماه يا لحن الحياة، أماه يا لحن النهار هل تسمعين؟ الناتية الحرة بأقبية السجون، لا شيء غير الليل والقيد الكبير ومصائب الزمن العسير. سوداء تلتحف المنون، سوداء تلتحف المنون. أماه ليتك تسمعين. القلب يخفق والتشوق والحنين، لكنني أماه مهما طال سجني لن أهون. أماه إني لن أهون، وبريق وجهك في المآقي كالنهار، كالموج يعتنق المحار. لا لن أهون، فأنا وأنت على انتظار، فأنا وأنت على انتظار. الفهم والاستيعاب. 1- ما الأمنية التي تمناها الشاعر في المقطع الأول؟ تمنى أن تصل رسالته إلى أمه وتسمع صوته. 2- إلى ما يهفو فؤاد الشاعر الأسير؟ يهفو قلبه إلى الحياة الحرة الكريمة. 3- ما وسيلة الأسير لاختراق الحصار الذي يعيشه في السجن؟ وسيلته على رسائله إلى أمه وذويه بالنصر والتحرير. 4- ماذا أراد الشاعر أن يسمع أمه؟ أراد أن يسمع أمه نداءه الملهوف خلف الجدار، وأناته الحرة بأقبية السجون، وصوت خفقان قلبه وشوقه وحنينه. 5- ما مضمون العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه لأمه؟ العهد الذي قطعه أنه لن يهون أو يتوانى في الصمود، فهو ينتظر الحرية في صبر وصمود. المناقشة والتحليل.
واحد بدأ الشاعر قصيدته متفائلا وأنهاها متفائلا كذلك. نوضح موطن التفاؤل في الحالتين. التفاؤل الأول حينما قال أو الموكب الموعود شق طريقه، أبرقت عيناها، هفى الفؤاد إلى الحياة. وفي الثاني الموكب الموعود يفوح بالانتصار، سيخترق الحصار، لن أهون. اثنان، تلتقي تجربة السجن مع تجربة المنفى في الحنين إلى الأهل والأوطان. نوازن بين التجربتين. نعم، فكلاهما يكون الإنسان بعيدا عن وطنه ويشتاق ويحن لهم، لكن في السجن يكون الإنسان مقيدا تحت قبضة الاحتلال ويمنع من زيارة الأهل، وفي المنفى له حرية التنقل مع صعوبة رؤية الأهل. ثلاثة، تتعدد أشكال المعاناة التي يتركها السجن في حياة الأسير وعائلته. نوضح ذلك. تتمثل المعاناة في التعذيب اليومي الذي تمارسه إدارة السجون وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم، ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم، وعزلهم في زنازين انفرادية. أربعة، ماذا يفيد تكرار الشاعر قوله فأنا وأنت على انتظار؟ التأكيد على انتظار الحرية والتحرر من القيد والأسر حتى وإن طال الزمن. خمسة، نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف، ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ الغزل العذري. ب، ما الموكب الذي أشار إليه الشاعر في قوله الموكب الموعود شق طريقه عبر البحار، موكب الأمل والتحرير والحرية. جيم، ما الإحساس الذي يشير إليه تكرار الشاعر أماه يا لحن النهار، الألم. دال، إلى ما يرمز اللفظان الليل والقيد الكبير في القصيدة، الاحتلال. ستة، نوضح جمال التصوير في قول الشاعر الموكب الموعود شق طريقه عبر البحار، شبه الحرية والتحرر بالموكب المنتظر الذي ينطلق عبر البحر. وسرى، تعانقه النسائم والمحار، شبه النسائم والمحار بإنسان يعانق إنسانا أخرى. ظلا يفوح بالانتصار، شبه الانتصار برائحة تفوح وتنتشر. اللغة والأسلوب. واحد، نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ما المحسن البديعي بين اللفظين وجودي والعدم؟ الطباق. اثنان، نستخرج من القصيدة ثلاثة ألفاظ تدل على كل من الأمل وحب الحياة، خلقت وجودي من جوف العدم، هفى الفؤاد إلى الحياة، لن أهون. الصوت، هل تسمعين؟ تسمعين ندائي الباكيات الناتي الحرة. الحركة، كبر الأسير يلهث في العيون وسرى تعانقه يفوح. ثلاثة، نكتب أربعا من سمات الشعر الحر كما نستنتجها من القصيدة: توافر الوحدة العضوية، تزاوج الشكل والمضمون، يعتمد التفعيل وحدة الوزن الموسيقي، عدم الالتزام بالقافية. القواعد، المفعول لأجله. نقرأ. واحد، سافر يوسف إلى الرياض رغبة في العلاج. اثنان، تهتم الدولة بالمرضى حفاظا على حياتهم ومستقبلهم. ثلاثة، ترعى الدولة المعاقين تشجيعا ودعما لهم. أربعة، يهاجم الجنود الأطفال خوفا من أحلامهم. نتأمل. إذا تأملنا الأمثلة السابقة نلاحظ أن الكلمات التي تحتها خطوط في هذه الجمل رغبة، حفاظا، تشجيعا، خوفا، جاءت جميعها منصوبة، وأنها مصادر
قلبية جاءت سببا للفعل، وكل من هذه المصادر يصلح أن يكون جوابا عن سؤال مبدوء بلماذا، والمصدر الذي يأتي لبيان سبب وقوع الفعل يسمى مفعولا لأجله ويأتي منصوبا. نستنتج المفعول لأجله اسم منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويكون جوابا عن السؤال بلماذا، مثل سجد الناجح شكرا لله. ملحوظة: يجوز أن يتقدم المفعول لأجله على فاعله فنقول إعجابا بالقصيدة صفق الجمهور. تدريبات: التدريب الأول، نستخرج المفعول لأجله مما يأتي. 1. تعنى الدولة بالصناعة رغبة في سد احتياجاتها، رغبة. 2. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ابتغاء. 3. يزكي الأغنياء تطهيرا لأموالهم، تطهيرا. 4. يحج المسلمون البيت الحرام امتثالا لأمر الله، امتثالا. 5. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خشية. التدريب الثاني، نكمل العبارات الآتية بالكلمة المناسبة من بين القوسين: حقنا، طاعة، خوفا، إكبارا، منعا. 1. فر اللص خوفا من الشرطي. 2. يصوم المسلمون شهر رمضان طاعة لله تعالى. 3. تراقب الحكومة الأسعار منعا للاستغلال. 4. يرث الشعراء الشهداء إكبارا لتضحياتهم. 5. دعا الإسلام لإصلاح ذات البين حقنا لدماء المسلمين. التدريب الثالث، نكتب فقرة من 3 أسطر نصف فيها أفعالا قمنا بها ونوظف المفعول لأجله لتوضيح الغاية من تلك الأفعال. لقد أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين فقمنا به امتثالا لأوامره وحبا في رضاه وطمعا في رحمته، وقد أمرنا بالعلم والعمل فذهبنا إلى المدارس والجامعات طلبا للعلم وزيادة في التعلم والدراسة. التدريب الرابع، نعرب الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي. 1. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. خوفا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 2. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تلبية لأوامر الله تعالى، تلبية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال حاتم الطائي: واخفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. عوراء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ادخاره مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. البلاغة التورية، نقرأ: 1. قال الشاعر شمس البديري واصفا محبوبته: ولما رأتني في هواها متيما أكابد من حر الغرام أليمه، فجادت بطيب الوصل منها ولم تجر، ومن أين تدري الجور وهي حليمة. 2. سئل المتنبي في حضرة بعض الأمراء عن المعارك فقال: لا نصر فيها بلا سيف. 3. قال شاعر: تسر الخيل أعين ناظريها، وأفضل من يرافقك الجواد. 4. وقال آخر: وقالت رح بربك من أمامي، فقلت لها بربك أنت روحي. نتأمل: لو تأملنا الكلمات التي تحتها خطوط في الأمثلة السابقة لوجدنا أن كلمة حليمة في المثال الأول لها معنيان،
أولهما قريب غير مراد وهو الحكيمة العاقلة، والآخر بعيد مراد وهو اسم محبوبة الشاعر. وقد أخفى الشاعر المعنى الثاني عندما ورى بلفظ الجور وهو القرينة التي توهم بالمعنى الأول غير المراد، لذا أطلق بعض البلاغيين على التورية اسم الإهام. وفي المثال الثاني وردت كلمة سيف بمعنيين، الأول قريب غير مراد وهو آلة الحرب وقرينه كلمة المعارك، والآخر بعيد مقصود وهو سيف الدولة الحمداني الأمير المفضل عند المتنبي. أما المثال الثالث فقد وردت فيه كلمة الجواد بمعنيين، أوهم الشاعر المتلقي بأن المقصود الحصان والقرينة كلمة الخيل، ولكنه قصد المعنى الثاني وهو الرجل الكريم. أما المثال الرابع فقد ورد فيه كلمة روح بمعنيين، الأول قريب غير مقصود وهو اذهبي وقرينته كلمة روح، والآخر بعيد مقصود وهو حياتي. نستنتج: واحد، التورية لغة مصدر من الفعل ورى بمعنى ستر وأخفى وأوهم، وهي في الاصطلاح البلاغي محسن بديعي معنوي يظهر في الكلام إذا استخدم المتحدث لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب ظاهر غير مراد بدلالة القرينة اللفظية، والآخر بعيد خفي هو المقصود، فيتوهم المتلقي أن المعنى الأول هو المراد، ولكنه سرعان ما يدرك عكس ذلك إذا أمعن التفكير في النص، لذلك سمى بعض البلاغيين هذا الفن إيهاما. اثنان، التورية تتطلب أعمال الفكر وتحقق المفاجأة التي تقود للإحساس بالطرافة والمتعة، فيزداد بها الكلام عمقا ويكتسي من جمالها سحرا. التدريبات: التدريب الأول، نجيب بنعم أمام العبارة الصحيحة وبلا أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. واحد، التورية تعني إظهار الأشياء على حقيقتها؟ لا. اثنان، التورية من المحسنات البديعية اللفظية؟ لا. ثلاثة، استخدم بعض البلاغيين مصطلح الإيهام بديلا عن التورية؟ نعم. أربعة، إذا حمل اللفظ معنيين متضادين وقعت التورية؟ لا. خمسة، لا قيمة للتورية إذا لم يكن الكلام واضح الدلالة ومطابقا لمقتضى الحال؟ نعم. التدريب الثاني، نوضح التورية فيما تحته خطوط فيما يأتي. واحد، قال ابن مكانس في محبوبته: يا دهر خبرني بحقك واشفني، فسهام فكري في أمورك طائشة، أيحل أني في المحبة ميت وحبيبتي من بعد موتي عائشة. واحد، التورية في كلمة عائشة لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهو أنها على قيد الحياة، والمعنى الثاني وهو البعيد والمراد عائشة اسم محبوبته. اثنان، قال صفي الدين الحلي: وواد حكى الخنساء لا في شجونه، ولكن له عينان تجري على صخر. التورية في كلمة صخر لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهو الحجارة الصلبة، والثاني المعنى الثاني وهو البعيد والمراد أخوها صخر. التدريب الثاني، ثلاثة، كم تألمت عندما قضمت التفاحة وأدركت كم جنى علي سني. التورية في كلمة سني لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهو الضرس، والمعنى الثاني وهو البعيد المراد كبر العمر. أربعة، سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة، فقيل له: من هذا؟ فقال: هاد يهديني. التورية في كلمة هاد لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهو المرشد في الطريق، والمعنى الثاني وهو البعيد المراد الهادي إلى الإسلام. خمسة، قال بدر الدين الذهبي: يا عاذلي فيه قل لي إذا بدا كيف أسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو.
التوية في كلمة مرة لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهو مرارة الطعم، والمعنى الثاني وهو البعيد المراد المرور. 6. قال القاضي عياض يصف صيفا باردا، كأن كانون أهدى من ملابسه، لشهر تموز ألوانا من الحلل، أو الغزالة من طول المدى خرفت، فما تفرق بين الجدي والحمل. التورية في الكلمات الغزالة الجدي الحمل لها معنيان، الأول قريب غير مراد وهي أنواع من الحيوانات، والمعنى الثاني وهو البعيد والمراد، الغزالة أي الشمس، والجدي والحمل أسماء أبراج سماوية.